السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في مبرهنة القيم الوسطية سوف نشتغل على هذا التمرين. بين أن المعادلة x أس 5 ناقص 3 x أس 4 زائد x مربع ناقص 1 تساوي 0 تقبل على الأقل حلا في المجال 0 3. إذن كتذكير لقد قمت ب عمل فيديو حول درس الاتصال فيما يتعلق بمبرهنات القيم الوسطية. لمن أراد أن يفهم جيدا فليعود للفيديو السابق لمبرهنات القيم الوسطية. كتذكير F دالة متصلة على قطعة AB، وصورة F دو A وصورة F دو B جداء F دو A في F دو B لهما إشارة سالبة، F دو A لها F دو A لها إشارة مختلفة على إشارة F دو B. واحدة توجد في الأراتيب الموجب والأخرى في الأراتيب السالب. هذا يستلزم أن المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حلا على الأقل في AB، هذا الحل سيكون ينتمي لل مثلا لو اعتبرنا أن هذا الحل هو ألفا سيكون محصور بين قطعة AB باستثناء طرفي المجال، يجب أن هذا الحل أن لا يساوي طرفي المجال AB، هنا المجال كما ترون هو مفتوح. إذا نحن يجب أن نبحث أن نبين أنها تقبل حل، هذا هو المغزى من هذا التمرين. إذا أول شيء لدينا F دالة حدودية، أي أنها كما هو معروف متصلة على حيز تعريفها. أن مجموعة تعريف الدوال الحدودية بصفة عامة هي R، الدوال الحدودية هي دوال معرفة على R. وبما أن صفر هذه القطعة صفر ثلاثة هي ضمن مجموعة تعريف الدالة الحدودية R، فإنها الدالة متصلة على القطعة 0 3. ما دام أن 0 3 هو جزء من R والدالة متصلة على R، أي أنها متصلة على كل جزء، و 0 3 هو جزء من R، الدالة F هي متصلة على 0 3. إذا الشرط الأول هو الاتصال، F متصلة على القطعة AB، القطعة AB لدينا هنا هي 0 3. وهنا الشرط الثاني إشارة صورة طرفي المجال يجب أن تكون جداء صورة طرفي المجال يجب أن تكون أصغر من الصفر، لهما إشارة سالبة. في هذه الحالة يمكن أن نقول المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حلا على الأقل في القطعة AB، المجال مفتوح. يجب هنا نقوم بحساب صورة طرفي المجال f لثلاثة، إذا قمنا بحسابها هنا فقط بالتعويض سوف تعطينا 8، حساب مباشر. و F لصفر هنا صفر 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 x تعود بالصفر تبقى ناقص 1. إذا قمنا بحساب صورة F لصفر وصورة F لثلاثة. إذا هنا ماذا نرى؟ 8 في ناقص 1 هو ناقص 8، F لثلاثة مضروبة في F لصفر أصغر من الصفر، لأن الجداء يساوي ناقص 8. إذن الشرط الثاني قد تحقق. في هذه الحالة يمكن أن نقول
أن المعادلة f لـ x تساوي الصفر تقبل حلا على الأقل، يعني حل واحد على الأقل، على الأقل في القطعة مفتوح، يعني هنا المجال مفتوح، هي متصلة على القطعة يعني مغلوق، المجال مغلوق، لكن هنا المجال مفتوح، يعني يوجد ألفا في هذا المجال، بحيث أن ألفا إف دو ألفا تساوي صفر، على الأقل ألفا، يعني يوجد يعني حل واحد على الأقل، يعني ممكن أن تكون مثلا ألفا واحد، و مثلا كمثال، وألفا اثنان وألفا ثلاثة هي حلول، يعني هي حلول لـ f لـ x، أو نقول الدالة، المهم لـ f لـ x، بحيث أن f لألفا 1 تساوي الصفر، وكذلك f لألفا 2 و f لألفا 3. هنا يوجد حل واحد على الأقل، يعني يمكن، يعني هو على الأقل حل واحد، يعني يمكن أن تكون حلول أكثر من واحد. مثلا لو اعتبرنا أن لها ثلاث حلول، هذا فقط مثال، يعني نهاية الإجابة عن السؤال هنا، يعني f دو x تساوي صفر تقبل حلها على الأقل في صفر ثلاثة، يعني يمكن أن يكون حل واحد على الأقل، يعني يمكن أن تكون أكثر من حل واحد. يعني كمثال أنه لو اعتبرنا ألفا ألفا دو ألفا ثلاثة هي حلول لـ f دو x، يعني ما معنى أن الدالة f دو x تنعدم في هذه النقط، يعني f لألفا تساوي صفر، و f لألفا، f لألفا تساوي صفر، و f لألفا دو تساوي صفر، و f لألفا ثلاثة تساوي الصفر، يعني أن الدالة هنا في الحالة سوف تقطع محور الأفاصيل في النقطة، في هذه النقط التي تنتمي، كلها تنتمي للمجال بصفة عامة A B، يعني تقطع محور الأفاصيل في، يعني في هذه النقط ألفا 1 ألفا 2 ألفا 3 على المجال المفتوح A B. إذن سنشتغل على أيضا على يعني المثال الثاني.